الخلاصة. احضار تشتري التقسيطك هتلاقي عندنا هنا الخلاصة. لحمة كندوز ولا ضاني بالطاجن والصوار؟ عم حن ولا حار؟ عم حن ولا حار؟ اسمك فراخ اللي ما يجيبش انتفاخ. وده غير دارات التسوية وتقديماتنا المغرية جديدة جدا مبهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم مش طبخة والسلام. والنهاردة هنستكمل مع بعض حلقات العيد. كل عام وحضركم بخير. الغريبة ليها تركات قبل ما نحطها عندنا في العجان ونشتغل عليها، ليها تركات لو عرفتيها هتطلعها غريبة ولا أجمل من كده. أول حاجة في التركة عندنا مقدار السمنة للدقيق، تاني تركة مقدار السكر، تالت تركة الفرن. إيه ده، هو الفرن ده مهم جدا في الغريبة؟ مهم جدا 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 جدا. ممكن تطلع منك مش عوطة تفرش او تطلع معاكي محجرة. تعالوا مع بعض نشوف المقادير بالراحة جدا كده، هنشوف هنقول ايه. 550 جرام سمنة جاموسي مع بقري مع كيلو دقيق مع 250 جرام ل 300 جرام سكر بودرة بس. بس مفيش بياض بيضة ولا بيضة ولا اي حاجة من دي خالص. الله، اللي احنا بنسمع ان في بياض بيضة ومش عارف عشان تشتغل معانا تبقى كويسة، لا. وفي طريقتين لعمل الغريبة، يا اما بيتها في التلاجة قبلها بيوم واخدها تاني في العجان واضربها واكورها، يا اما اشتغلها بالكيس. النهارده هنشتغلها بالكيس، واول مره هنشتغلها بالكيس لحضراتكم ونشوفها عامله ازاي. هناخد هنا بقى نضرب الزبده السمنه، اسف، ناخد السمنه مع بعض كده ونحطها هنا في العجان. سمنه جاموسي وبقري مع بعض كده، هننزل ونضرب هنا. هنا بقى ضرب ايه؟ نضرب نضرب هنا لغايه لما عندنا السمنه تبدا تبيض معايا شويه، تبيض معايا شويه اهو زي ما انتم شايفين، بس مش قوي. انا اهم حاجه عندي لما اتحط الدقيق مع السكر والسمنه، هو ده اللي يتضرب كويس جدا جدا، هو ده اللي يلعب معايا. هنا كفايه قوي جدا، ابدا اهدي وابدا انزل بسكر البودره. قلنا قد ايه؟ قلنا من 250 جرام ل 300 جرام سكر بودره بس. ايوه بس، ده مش قليل، لا مش قليل. ودي هتطلع غريبة من غير ما نحط لها بيض ولا بياض بيض، ومفيش غريبة في الدنيا بتحط لها بيض وبياض بيض. اشتغلنا في المجال ده بقالنا اكتر من 40 سنة، اول مرة نسمع البيض وبياض البيض ده في غريبة. نقلب ونشتغل، بقت عاملة زي الكريمي، بقت عاملة زي الكريمي. ضرب مش كتير، اهدي وارفع وابدا انزل بالدقيق كله مرة واحدة. كله مرة واحدة. بالراحة جدا كده اهو. ننزل، بسم الله. نقلب مع بعض كده واحدة واحدة، لغاية لما يحصل عملية مزج جزئي ليهم مع بعض. ولما يحصل فيه مزج جزئي ليهم مع بعض هنبدأ ان احنا نشغل على العالي، علشان بعد كده نبدأ ان احنا نحصل عملية مزج كامل للمكونات مع بعضها وتنعم معاها الغريبة. بكون مجهز بالبلة مقاس 4، بالبلة مقاس كام؟ 4. بالبلة مقاس 4 بكون مجهزها. شكلها اهي، ادي الحجم بتاع البلبلة اهو، بص كده اهي، تمام. دي مقاس 4 او مقاس 6، شغالة كويس جدا اهي. ببدا ان انا بعد كده احط فيها واكسر بكيس. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا يا جماعه والله. ممكن نزيد بالفستق، وممكن ان احنا ايه اهو اشغل بقى زياده تلعب معايا، بس هي بقى في الحاله دي بتاخد معايا وقت شويه. بص العجينه بتلم معايا ازاي، بص مفيش اثر في العجان لأي حاجة، بص بتلعب معاها ازاي؟ ها، تبقى هي كلها على بعضها زي الكريمة، زي ما انتم شايفين كده اهو. بضرب فيها برضو، ايه ده؟ بضرب فيها؟ بضرب فيها. مش كفاية كده؟ لا مش كفاية، بضرب فيها، لأن أنا بضرب فيها جدا وعادي جدا بضرب، لأن ما فيهاش ملح. لو فيها ملح عندي، لو حطيت ذرة ملح ممكن تعمل معايا عرق. هنا ما فيش عرق خالص، بضرب اهو.
نرفع نبص كده اهي العجينه شوف عامله ازاي. ناخدها بعد كده نحطها في الكيس بتاعنا ونبدا نكسر وندخلها الفرن على كام. خلاص تعرفته على 140 ل 150 درجه مويه، مش اكتر من كده يا شيف محمد. يعني مش من احنا بنسمع 160 و170 ونسمع حاجات غريبه جدا، ما تطلعش معاك غريبه، بتطلع معاك حاجه تانية خالص. تمام. الغريبه السوريه تختلف عن الغريبه المصريه في حاجات، عشان بدر في ناس تقول لك ايه احنا بنجيب غريبه سوريه بنلاقي لونها شويه محمر مش ابيض زي بتاعتنا. الغريبه السوريه مقاديرها غير كده خالص. الغريبه السوريه بتاخد معايا من 300 ل 350 جرام سكر بودره، عشان كده بتلاقيها تلون معاك. التلوين ده بيجي من السكر، والقطمه اللي بتيجي دي بتيجي من السكر البودره. خلي بال حضراتكم كده. خلاص كده نبدا ان احنا ناخد كده بالراحه اهو، واحنا بناخد بنقلب اهو، مش هنعمل كتير عشان بس نوريكم بتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنيجي هنا كده ونعمل هنا اهو بس كده. هي بتفرش بعد كده، ما تكبريش عن كده وسيبي بينهم مسافات. انا بحب دايما الغريبة اعملها بالفستق بصراحة، يعني بحس انها كده حاجة قيمة وحاجة شيك قوي، بحب اديها كلها فستق في الحقيقة، يعني ما بحبش اعملها من غير فستق. هنروح بقى فاصل صغير جدا وهنشوف ايه في الفاصل. طبعا بمناسبة عيد الفطر فالاساسي طبعا اللي احنا بندخله في الحلويات الدقيق، والحاجات اللي تثبت لنا جودة الدقيق العالية انه لما نيجي نبله بمية ما يبقاش فيه جيلاتين كتير، بمعنى اما نيجي نفرده ما يطلعش جيلاتينة كتيرة معانا. ومن اهم مواصفاته برضو ان احنا نبقى عارفين ان هو كويس ولا لا، انه يشرب السمنة بسهولة، ودي من اهم مواصفات الدقيق اللي تخلينا نعمل كحك كويس او اي نوع من انواع الحلويات كويس. رجعنا لحضراتكم زي ما انتم شايفين كده، ادي الغريبة موجودة اهي قدام حضراتكم. دي النسخة احنا عملناها، دي غريبة الكيس اللي احنا عملناها قدام حضراتكم، مستوية طبعا جدا اهو من تحت وفوق مستوية ماشي وزي الفل. هي حضراتكم عايز اقول لكم من اجمل الحاجات ممكن تعملوها وتاكلوها بالهنا والشفا. دلوقتي هنعمل مع بعض البيتي فور كيس. البيتي فور كيس من الحاجات اللي كل البيوت بتحب تعملها ماشي. خلي بال حضراتكم تركة صغيرة جدا جدا في البيتي فور كيس، ما بياخدش بيكنج باودر. انا معرفش ازاي يعني الناس تقولك بيكنج باودر على البيتي فور، دي حاجة جديدة جدا اول مرة اسمعها في حياتي. غريبة لا بتاخد بيكنج باودر ولا البيتي فور بياخد بيكنج باودر. المقادير بتاعتي زي ما انتم شايفين كده 300 جرام 350 جرام زبدة، نص كيلو دقيق، 3 بيضات، 150 جرام سكر بودرة، نص معلقة صغيرة فانيليا، وعندي معلقتين كاكاو اللي هو الدارك لو حبيت اغير اللون بتاع الشوكولات لشوكولات. اول حاجة هنا بص بقى انا غيرت المضرب، لو تلاحظوا كده انا جايب المضرب ايه، مضرب السلك. الله الله، انت اول مرة تشتغل مضرب السلك، انت شغال على طول مضرب الكف، لان عايز هنا بقى الزبدة مع السكر تعمل معايا زي الكريمة الزبدة بالظبط بالظبط، مفيش فرق بينهم. هنا هضرب عشان تبيض معايا خالص اهو. نيجي هنا اهو، بنزل بالسكر البودرة تدريجي عشان ما اعفرش معايا. بس اضرب هنا، لازم اتاكد ان الزبده مع السكر عملوا معايا كريمه بيضة، وده شرط اساسي زي ما انتم شايفين كده اهو. ابدا المرحله الثانيه اغير المضرب. ايه ده وانت بتشتغل هنا مضربين؟ اه، لان المضرب السلك عاده ما بتحملش الضرب الجامد مع الدقيق،
ممكن يتكسر منك. انا بحافظ على عجانك لو انت عندك عجان. فدايما المضرب السلك خلاص دي مهمته انتهت. ان انا ضربت بيه هنا الزبده واحط مع كده البيض ثلاث بيضات اهم. بيضه اثنين ثلاثة فانيليا عشان البيض. هتنتهي هنا بقى مهمة المضرب السلك. بصوا كده يا جماعة في تخريزة بسيطة، ما خافش منها. بصوا كده هتلاقي في تخريزة بسيطة جدا، لان اوريدي الزبدة عليها فيها مية وحاطين عليها البيض كمان، زادت الميه شويه فتلاقي في تخريزه. التخريزه بتروح عادي جدا، ما حدش يقلق منها خالص. تمام، هنغير بس المضرب. عندنا المضرب الكف اهو، ناخد ده كده نعمله كده كده خلاص، نضف معاكي خالص. تمام اهو، نبدا نحط المضرب الكف ونشتغل عشان يلف معانا بقى، يضرب معانا، يخليها ايه، يخليها معايا اكتر طراوه، تبقى معايا ابيض من كده. ننزل بسم الله. بص بقى هنا والمضرب الكف كمان مع الدقيق، لما تحط الدقيق بيلم معايا الدقيق بسرعه. بصوا عامله ازاي، بصوا تعلى معايا كمان، بصوا تحس انها بقى زي كريمي، نعمت معايا اكتر. التركات دي مهمه جدا جدا في عمل بتفور. تمام، ابدا بقى احط الدقيق بالراحه جدا، انزل بيه. نص كيلو دي مقاديرنا تاني، نص كيلو دي 325 جرام زبده مش سمنه ل 350 جرام، ثلاث بيضات، نص معلقه صغيره فانيليا، وعندنا 150 جرام سكر بودره. حبيت تضعف المقادير ضعفيها زي ما انت عايزه. اخيرا عندنا الكاكاو لو حبينا نخليها دارك. هضرب، لازم الم العجينه، اضرب اعلي شويه. هاخد اكسر شويه من دي، وبعدين بعد كده ابدا احط عندنا ايه، احط عندنا الكاكاو اهو، الصاج اهو، مقاس بالبله 6 او 8. ماشي، ابدا اجيبها كده وابدا اخد بيها، ارفع. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف محمد، احنا عندنا المكنة ما نعرفش نشتغل بالكيس، عندنا مكنة في بيتنا كده بنضغط عليها كده انا واولادي، ونبدا نستلة فيها ونعمل حاجة العيد. هتزودها على المقادير ده يا جماعة، هتزود عليها من 75 ل من 50 ل 75 جرام دقيق، هتزود عليها من 50 ل 75 جرام دقيق في البيتوفور، تطلع معاكي من المكنة زي الفل. اهو هاخد اول قطعة كده علشان ابدا ان انا ابيض كده، بعد كده نلون، احط هنا كده بسم الله، انزل والون هنا بالشوكليت اللي هو الكاكاو الدارك، وابدا هنا احط. كده اوقف العجان شويه وابدا انزل تاني اهو، نلف الكلام ده كله عشان تطلع معانا عجينه كويسه. بسم الله اهو، سيب ده مع نفسه كده وابدا اكسر. تكسير فيه اكتر من شكل، في اشكال بقى للتفور زي ما انتوا عارفينها كده، النجمه والكمترا وكل حواريك كل الحاجات دي. اول حاجه النجمه اهي، قوم جاي كده عادي خالص وعامل كده، دي اسمها النجمه. طيب عايز اعمل كمتريه، قوم جاي من هنا كده، بصوا اهو كده. طب عايز اعمل شكل مثلا صوابع، بصوا اهو كده. يبقى اذا انا بايديا اتحكم فيها، اعمل نجمه، اعمل كمتريه، اعمل صابع، نجمه، كمتراية،
الاصابع زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين حضراتكم موضوع سهل جدا، العجينه سهله جدا في ايدي، لينه مفيهاش اي حاجه خالص، علشان المقادير صح وطلع العجينه مظبوطه 100%. اه طيب، عايزين بعد كده ناخد جزء من الكاكاو ده الجميل ده، بناخد كده جزء الاول بسم الله نحط هنا. طبعا وانت بتحط كاكاو بعد الحطب حطيت الفانيليا هتلاقي عندك الدنيا حصل ايه، هتلاقي عندك اول وحدتين نازلين لونهم كده يعني كاكاو على ابيض، مفيش مشكله يعني، دي يعني ايه عادي جدا مفيش اي مشكله خالص اهو. علشان تضمني يحصل فيه تجانس شويه بتقلبي الكيس كده بالشكل ده اهو، اخد الكيس كده وابدا اعمله كده اهو، امسكه من هنا اهو، شايفين ازاي؟ يعني كده كاني عجنتها جوه الكيس، وابدا انزل اول قطعتين عندي هم هينزلوا عاملين ازاي بصوا ابيض. نجمة نجمة نجمة. دخل الفرن على كام؟ التركة الأخيرة 175 درجة مئوية. خلي بال حضرتك لو الفرن ده زاد معاك في الفرن عن 20 دقيقة تعرف إن في غلط عندك في الشغل. ايه ده احنا بنقعده من نص ساعه شيف يبقى في خطا في الشغل، ما يطلعش بتفور، يطلع عندك حاجات تانية خالص. يطلع ايه بقى؟ يطلع عندك حاجه ناشفه ماشي، حاجه ما لهاش علاقه بالبتفور. بتفور حلاوته ان هو بهش ولذيذ وجميل جدا جدا، تقطميه كده يقطم معاك وبعدين يدوب في بقك، هو ده البتفور. عشان كده المقادير مع الفرن مهمين جدا جدا جدا. هنطلع فاصل صغير قد كده وهنشوف راي الفنانين، هل بياكلوا البتفور في رمضان ولا مش بياكلوه، ولا يا ترى في ايه بالظبط؟ بعد الفاصل الصغير اللي قد كده. كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك علينا كلنا. رمضان عدت ايام وبسرعه اكيد زي ما احنا متعودين، وانا جايه النهارده عشان اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم. لما اتسالت ايه اكتر حاجه بحب اكلها في العيد، طبعا غير الكحك والغريبه والحاجات دي كلها، انا كمان بيعملوا كده بيتي فور كده في العيد بيعجبني جدا. كانت مامي بتجيبه وانا كنت بحبه قوي، وخصوصا بقى بعد رمضان بتبقى انت نفسك قوي 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 وانت نفسك قوي في كوبايه الشاي الصبح وتحطي فيها كده البيتي فور وتقعدي تاكليها وتفطري بيها. فانا عايزه اقول لكم كل عيد وكل بيتي فور وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير. خلصنا حاجات العيد، حاجات العيد اللي كل البيوت بتنتظرها علشان تعملها صح ما تشتريهاش من بره. عملنا مع بعض ادي بتفور الكيس حضراتكم، وعملنا المعمول وعملنا الغريبه وعملنا كمان الكحك بانواعه وعملنا كمان السابليه وعملنا البسكويت، وحضراتكم تعملوه ان شاء الله وانتم تاني مبسوطين. اخر حاجه لما احنا نحب نفنش عندنا البتفور اللي هو الكيس، بنجيب ادي مربة مشمش كده بالراحه، اخد قطعه صغيره جدا على ايدي اهي ماشي، وام جاي دي اعملها كده بصوا يا جماعه لزقت، احطها هنا كده تاني في المربى واحطها. ده اسمه بقى جرنيه. جرنيه يعني ايه؟ يعني ديكور. احطها في فستق زي كده، احطها في بندق، احطها في جوز هند، احطها في فارمسيل زي يعني شوفي حسب مقدره حضرتك. احنا بنقول لحضرتك ايه؟ نعملها جرنيه كده. طيب والشوكولاته يا شيف نعملها ازاي؟ والله احنا بنعمل الشوكولاته برده بنعملها من مربى برده عادي جدا مش من الشوكليت، لان الشوكولاته ممكن تفك منك في الصيف اهو كده. وناخد الحته دي كده ونعملها مثلا عندنا بايه؟ بصوا شكلها عامل ازاي. كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما بخير وبسعاده، تاكلوا حاجه العيد وانتم متهنين وبسطين. نلقاكم على خير في حلقه تانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.